السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم معايا في قناة حلويات نجية. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكون أحوالكم كلها طيبة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله جيتكم فيديو جديد ووصفة جديدة كيف ما عودتكم دائما. عارفة راسي بأنني كنتعطل عليكم بزاف في الفيديوهات، ولكن سمحوا لي بزاف 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 على حسب الوقت وعلى حسب ظروف العمل. وتعرفوا بأن المونتاج ياخذ بزاف ديال الوقت، يعني باش نمونطي الفيديو ونقادو وندير ليه الصوت كياخذ ليا بزاف ديال الوقت. وسمحوا لي بزاف على دائما كما كنقول لكم، سمحوا لي بزاف على التاخير اللي كنتاخر عليكم بزاف. اليوم ان شاء الله بما اننا في هذا الفصل هذا وبما اننا في وقت هذا الوقيته هذه اللي كيكون عندنا لا ميغابيل، يعني كاين بزاف داك البرقوق الصفر الصغول، يعني متوفر بزاف في الاسواق. يعني وانا قلت بما ان هذه الوقيته ديالو بغيت نشارك معكم هاد لاطاغ دو ميغابيل. بصراحه كيف ما انا تنقدمها في العمل ديالي بغيت نشاركها معكم. بصراحه طارت اللي هي سهله بزاف، وفوق هادشي بانها كتجي بنينه 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 بزاف. اول حاجه غادي ندوزو ليها هي غادي نحتاج القياس اللي غادي انا غادي نستعمل ديال لاباط صابلي. لاباط صابلي شاركت معكم في بزاف ديال الفيديوهات، غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف، يعني الفيديو ديالها خاص ديال لاباط صابلي لان مسجلها خاص بلاباط صابلي. غادي ناخذ انا الكميه كما شفتوا معايا كناخذها، تندير شويه ديال الفارين ولا شويه ديال الدقيق في سطح العمل، وتبقى نطلقها هكا بالرولو ديال الباتيسري كما كتشوفوا معايا. كنطلقها حتى كنخلي السمك ديالها تقريبا ما بين 4-3.5 مليمتر، يعني ما تنخليش السمك ديالها عالي بزاف. يعني انا ما كنبغيش داك لاباط صابلي تجيني خشينه، كنبغيها تجيني واحد الطبقه اللي كتكون رقيقه. كنخلي ما بين 3.5-4 مليمتر. تناخذ المول ديالي ولا هذا السيركل هذا اللي غادي ندخلها فيه الفران، تقدروا تاخذوا القياس اللي بغيتوا. انا غادي ناخذ هذا السيركل هذا اللي هو القياس ديالو، فيه 2 سنتيم في العلو، اما العرض ديالو عندي 18 سنتيمتر في العرض، 18 سنتيمتر عندي في العرض ديالو. تندوز هكذا تناخذ لاباط صابلي كما شفتوني درتها في الرولو باش كتجيني ساهله، نحطها فوق هذا السيركل هذا، تنقاد لها الجوانب ديالها، تنحيد الزائد دائما بالرولو كيجيني ساهل. ومن بعد كندوز بالاصابع ديالي كنثبت الجوانب، كنثبتهم على هذاك السيركل باش هكا تثبت، يعني باش ما فاش تدخل الفران يعني ما تعواش لينا. دابا غادي ندوز غادي نحضر لاميغابيل. لاميغابيل انا خديت الميغابيل اللي خديته اللي كيكون كونسيرف، يعني لاميغابيل ديال لي بواط كما كتشوفوا معايا الصوره. يعني الميغابيل الخضر تقدروا تستعملوه خضر، الا عندكم خضر تقدروا تستعملوه، ما كانش خضر كاين الميغابيل كونسيرف اللي كاين في لي بواط، يعني كيكون على حساب العام كامل كاين. حتى هو المذاق ديالو كيجي زوين. كناخذو بنات كنصفيه مزيان، كنصفيه تنغسلو مزيان وتنخليه يقطر مزيان. من بعد كندير ليه القشور ديال الحامض، انا حكيت ليه القشور ديال الحامض ودرت ليه كميه ديال السكر كما كتشوفوا انا هنا، عندي كميه اللي انا كثيره محت عندي بزاف ديال لي طاغط غادي نستعمل. نتوما في البيت ديالكم غتستعملوا واحد الكميه اللي غتكون قليله، يعني غديروا دائما القياس ديال السكر على حسابكم. والقشور ديال الحامض قبضت الحامض وحكيت لوزيس ديال السيترو صافي، وكنخليه يبات واحد الليله كامله، كنغطيه وندخلو الثلاجه ونخليه يبات ليله كامله باش كتدخل فيه داك المكونات ديال السكر والحامض. من بعد غادي ندوز دابا غادي نحضر معكم نحضر معكم الكريمه ديال اللوز، لا كريمو زامون. انا غادي نحتاج هنايا، انا كتشوفوا عندي كميه كثيره ولكن تتكون في المقادير كميه قليله، عندي 100 غرام ديال السكر سنيده، 100 غرام ديال الزبده، 100 غرام ديال البودر داموند، وكذلك 100 غرام ديال البيض، عندي 20 غرام ديال البودر ديال الفلو. ولا ما عندكمش البودر ديال الفلو تقدروا ديروا مايزينا، ما عندكمش المايزينا تقدروا ديروا الدقيق، تقدروا تعوضوها بالدقيق. عندي شويه ديال الاغوم ديال الفاني وشويه الاغوم ديال لي زاموند، يعني باش نكثر النكهه ديال لي زاموند. اول حاجه تنخدم السكر مع الزبده تنخدمهم مزيان، وضروري تكون عندي الزبده بحراره المطبخ. انا كتشوفوا عندي هنايا الزبده شويه بارده ولكن ماشي مشكل، راه غادي نخدمها. كنحاول هكا بلا سباتيل تنخدمها مزيان مزيان، تندخل داك الزبده هكذا مع السكر. ولا عندكم الاله الكهربائيه راه غدخلوها، ولا الروبو الكهربائي راه غديروا كل شيء وتخلطوها، كتجي عاد حسن وحسن. انا راه عندي فيديو بالتفصيل كيفاش درت لكم الكريمه ديال اللوز، درت كميه كثيره وكيفاش كنخدمها. انا هذه بغيت نخدمها بيدي باش هكذا تكون سهله لكم في طريقه ديال الناس اللي ما عندهمش لي روبو يخدموها غير بيدي. من بعد ما دخلت داك الزبده مزيان هي والسكر خدمتهم مزيان مزيان مزيان، من بعد كنضيف البيض كيف ما كتشوفوا معايا، وكنخلط هكذا بالفوي، كنبقى نخلط مزيان شويه يعني حتى كينسجم داك البيض مع ديك الزبده والسكر اللي حنا خدمناهم مزيان.
بحال هذا الشكل، كنبقى كنستمر بالخدم هكذا بالفوي، يعني حتى كيندمجوا كاملين. اللي كيما قلت لكم الا عندكم الاله الكهربائيه ولا الروبو الكهربائي راه غديروا كلشي تما، غادي يتخلط لكم، ما تاخذش معكم الوقت بزاف، وحتى باليد ما تاخذش الوقت بزاف، يعني راه دغيا دغيا تتوجد، غير خش شويه ديال الصبر وصافي. الا كانت خصكم الا استعملتوا الزبده بحراره المطبخ راه كتجينا سهله دغيا كنوجدوها. دابا غادي ندوز غادي ندير داك 20 غرام ديال البودر باتيسري. هاد البودر باتيسري انا كنستعملو تعطيني مذاق زوين 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 بزاف في الكريمو زامون. كيما قلت لكم تقدروا تعوضوه بالدقيق، تقدروا تعوضوه كذلك بالمايزينا، يعني ماشي مشكل. هذا كنحاول نخلط مزيان، من بعد غادي نضيف البودر ديال اللوز ديالنا. صافي، من بعد ما تخلطات كيما شفتوا معايا انسجمت مزيان، يعني اندمجت. هاد الاثناء هادي غادي ندير البودره ديال اللوز حتى هي، ونخلطها مزيان بالفوي، كنستمر هكا بالتخلاط. وبالنسبه للكميه ديال الكريمه اللي كتشط لكم تقدروا ديروا طاقتو زاموند، يعني انا شاركتها معكم، يمكن واقيلا شاركت معكم لي ميني طاقتو زاموند، شاركتهم معكم بنفس الكريمه، يعني تقدروا ديروا الطاق ديالها ميغابيل وفي نفس الوقت الكريمه اللي شط لكم ديروا بها طاقتو زاموند، كتجي رائعه وكتجي بنينه، يا سلام كتجي حتى هي واعره بزاف. كنخلط هكذا، من بعد كندير شويه ديال المذاق ديال الفاني كيف ما شفتوا معايا، درت معلقه، وندير شويه تاع الروح ديال اللوز، ديال الروح ديال اللوز، الروح ديال اللوز غندير واحد قطرات، حيت انا هذا الروح هذا اللوز اللي عندي، يعني عندي مجهد، يعني هذا الروح هذا عندي الكثافه ديالو مجهده بزاف، يعني كندير غير واحد القطيره ولا جوج قطرات، يعني اللي كيعطيني المذاق اللي انا بغيتو وصافي. وكنخلطها مزيان، فوالا كندير كما قلت لكم هاد القطرات هادو صافي، وكنحركها مزيان. وها انا حصلت على الكريمه ديال اللوز، وكذلك تقدروا تحتفظوا بها في الثلاجه، ديروها في واحد البواطه تخلوها في الثلاجه، يعني فوقاش ما بغيتوها كتجبدوها كتستعملوها ما تضيع ما حتى شي حاجه، بحال فيها الزبده كتدخل الثلاجه كتجمد. كناخذ لاطاقت اللي انا خدمت معاكم، تندير الكريمه ديال اللوز كنديرها في الجيب الحلواني، تندير شويه يعني ما تنكثرش كما كتشوفوا معايا، يعني درت واحد الطبقه اللي هي رقيقه ديال الكريمه ديال اللوز، يعني راه ما كتدخلش فيها الكريمه ديال اللوز بزاف، كتدخل فيها غير شويه ديال الكريمه ديال اللوز. وهنايا غادي ناخذ لاميغابيل اللي انا رقدته يعني الليله كامله، بات عندي مرقد، شفتوا كيفاش الصباح وكيدخل فيه داك المذاق ديال الحامض وكيتلبس بداك السكر والحامض، كيرجع صراحه كيجي بنين. وكندوز هكذا كنبقى نستفو في لاطاق ديالي، كنستف يعني كنحاول نعمر مزيان لاطاق كيف ما كتشوفوها معايا. بحال هذا الشكل هكذا تنعمرها مزيان مزيان. تقدروا كذلك تستعملوا لاميغابيل الاخضر، يعني لاميغابيل الاخضر غتقبطوه وغادي تقطعوه وديروه في بلاصه هذا، يعني اللي كونسيغ، ولا ما بغيتوش ديروا الكونسيغ غديروا لاميغابيل الاخضر، تستعملوه بنفس الطريقه حتى هو. فوالا كنستمر هكذا حتى كنعمر لاطاق ديالي كلها، يعني تنعمرها كلها ما تنخليش شي بلاصه فيها خاويه. من بعد كندخلها للفران، كندخلها على الفران اللي فران فونتيلاتور، فران عادي على واحد الحراره اللي كتكون مهيله، يعني انا كنديرها على 150 درجه، كنخليها كتاخذ الوقت ديالها، يعني حتى كطيب مزيان كنشوف بان الكريم لداخل طابت، لاميغابيل طابت، كذلك لاباط ديال البسكوي يعني طاب، وصافي ديك الساعه تنخرجوها تنخليوها حتى كتبرد. فوالا من بعد ما كملتها غادي ندخلها دابا للفران. من بعد ما جبتها من الفران وخليتها بردات شويه حتى كتبرد هكذا شويه، كندوزو دابا كنحاولوا نحيدوا ليها هذا الساركل هكذا من الجوانب، ولا كنحاولوا نزعزعوه، فوالا بحال هكذا. من بعد انا غادي ندير لها الناباج، وحده غادي نحيد داك لي الساركل ديال الجوانب باش ما كيهبطش داك الناباج في الجوانب ديال لاطارت. كناخذوا الناباج كنسخنوه بطبيعه الحال، وكنبقاو ندهنوا هكذا، يعني كندهنوا الكميه اللي غادي تحتاجها لاطارت ديالنا، خليوها تتبرد شويه، يعني عاد دهنوها بالناباج، ولا جبتوها سخونه وبغيتو تدهنوها بالناباج حاولوا ديروا الناباج يكون بارد، مي الا كانت بارده غادي ديروا الناباج يعني يكون دافي. كنبقى
نستمر هكذا. شفتوا انا درت واحد الكميه اللي هي قليله ديال الكريمه ديال اللوز، ولكن راها تنفخات تبارك الله. الكريمه ديال اللوز كتنفخ ولا ما غابين كيهبط لتحت شويه، ولكن كيجي بصراحه المنظر ديالها زوين، والمذاق ديالها كيجي احسن من المنظر ديالها بصراحه. صافي هنا كناخذوا واحد الكارطون ديال التقديم ولا الكارطون اللي غادي تباع به، وصافي كنحطها هكذا. هذا هو الشكل النهائي ديال لاطارت ديال طارت دو ميرابيل اللي انا حضرت معكم اليوم. بصراحه نتمنى هذا الفيديو بصراحه يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم. بصراحه طارت كما شفتوا معايا سهله، وطريقتها يعني سهله، ومفقدش هذا انها كيجي مذاق ديالها زوين وبنينه. وبما اننا في الفلاسيزو ديال هاد الفاكهه هذه، علاش ما نستعملوهاش هكا بزاف يعني في الحلويات ديالنا، ندخلوها في لي طارت، ندخلوها بزاف د الحوايج. راكم تعرفوا الفوائد ديال ميغابيل، عنده فوائد ديالو اللي هي غير محدوده بصراحه. اللي عجبكم الفيديو ديال اليوم ولا الاعجاب ديالكم، ما تنساونيش بلي لايك وبلي كومونتير رائعين ديالكم. واللي عجبكم الفيديو كذلك بارطاجيوه مع الاهل والاحباب والاصدقاء ديالكم. وغادي نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى فيديو مقبل ان شاء الله مع وصفه جديده، ودمتم في رعايه الله. السلام عليكم.